يسأل ويقول: عندي 3 أولاد، بنين وبنات، وفي نهاية مراحل التعليم، إلا أن من البنين ولد مصاب بشلل نصفي ويمشي متكئا على عصا، فهل من الممكن أن أخصه بشيء من ثروتي دون إخوتي، وذلك ليكون مساعدة له لظروفه؟ هل نضع شيئا من ذلك، وهل يجوز شرعا أو لا؟ هذا محل نظر. بعض العلماء يرى أنه إذا كان تخصيص بعض الأولاد لسبب كأن يكون بالصفة التي ذكرتها أنه مقعد ومعوق ولا يقدر على الكسب، وأوصيت له بشيء من المال نظرا لحاجته، بعض العلماء يرى أن هذا لا بأس به. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد المعوق أو الأعمى أو الفقير قد يزول عذره وقد يزول مانعه وقد يغنيه الله عز وجل، فكم من مقعد يكون أغنى من الصحيح، وكم من أعمى يكون أغنى من البصير، وكم من فقير استغنى، وكم من غني افتقر. فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والصحيح أنه لا يخصص أحدا من الأولاد، وإنما يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وكل يكفيه ميراثه الذي قدره الله له.